ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي اوي. النهارده هيحصل حاجه كبيره اوي اوي. معلم كيولس، لو انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي يحصل للمعلم كيولس اللي لسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي اعمل لايك وشير واشتراك في القناه. يلا ابتدي، يلا بينا. الحمد لله هو كويس، بس بدل ما ياكل ملوخيتين هياكل 3 ملوخية. ايه هياكل 3 ملوخية؟ ماشي، وانا جايبة القلب دلوقتي هوريكم القلب. طيب ماشي، انا اروح في اوضه القلوب واجيب له قلب جديد واحطها له، وبعدين اخيطها له، وتيجوا بقى تطمنوا على معلمكم كيودلس. ماشي ماشي، انا حطيت له القلب الجديد بقى ورميت القلب القديم. وعايزين تعرفوا ايه اللي حصل له ليه كده؟ علشان انتي ما ظبطتيش المنبه وهو حصل له كده علشان ياخد المضاد الحيوي. معلش، اصل موبايلي كان مهيس شويه. مفيش مشكله، يلا بقى. وبكره ايه ده؟ انت خلصت المدونج الاولانيه وده حي مدونج وده بقى مندونج. انت خلصت موت مندونج. شكرا. بالعفو، يلا كل بقى وهنا والشفا، ويلا علشان هقوم هلبس ونروح كلنا انا وانت ونوتي، هنروح الدكتور عشان تبدل
ماشي، انا هخلص بسرعة. لما تطلعي فوق وتلبسي وتنزلي هتلاقيني خلصت المدونج كلها. ماشي، يلا مستعدين علشان انا معايا المفتاح وافتح الباب دلوقتي. ايوه مستعده، ايوه مستعده. يلا كلكم. والساعه 11 بالليل، وتوته توته خلصت الحدوته. يلا تصبحي على خير يا معلم كيولس، وانتي من اهله. يلا مع السلامه. سلام. بس بشرط ما تنسيش تظبطي المنبه. اصلا معلش موبايلي مهيس شويه وبظبطه قبل ما انام، واخده دلوقتي من الستاند واروح بقى في اوضه نوتي علشان انام معاه، واظبط المنبه بقى على الساعه 6 الصبح. يلا مع السلامه. ما تخافش انا هظبطها على الساعه 6 الصبح، ما تخافش. يلا مع السلامه. سلام. يلا شفتوا ايه اللي حصل لمعلم كيولس؟ ويلا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. يلا باي باي. باي باي باي. كلكم باي باي.